عمرنا درنا شي فلوغ بالليل ولا بدينا شي فلوغ بالليل. يوم ما غنديرو فلوغ بالليل. وي دابا راه 5 ديال الصباح. سمعوا المهلل كيهلل. ما عرفتش غنعس ولا ما غنعس. داكشي بيد الله فهمتو. المهم لا نعس راه هادي غنفيق في الصباح نقول لكم رفقت. ما نعستش غنبقى فايق وغندير لكم فلوغ. إيلي كتهان جاي سهران. احسن حاجه تقدرش تبدا بها نهارك هي تصلي الفجر. والله دابا غنمشي نصايب واحد القهوه تكون قاصحه باش ما نعش اليوم. علاش؟ حيت هاد الايام تخربق لي نعاسي بزاف. وليت كنفيق بالليل وكنعس بالنهار. كيفاش غنمشي نصايب قهوه ونبقى فايق واليوم غنعس بكري ان شاء الله. المهم بما حل الحانوت باش نجيب من عندو الحليب غنتفرج في شي بيزود من السيري المتبع. دكتور بغيت نسيك جابوها اخيرا مول الحانوت حل. وي اخوتي ديك القهوه دارت معايا مزيان وحق الرب. كنت مغمض ولكن ملي ضربتها صحصحت. حليب اتس الفطور تايم. بحال هكا كيكون اول استقبال مع ايفا. دابا نعطيو الفطور. الكروكيت اللي كنستعمل ايفا هما هادو كامبيو. نتوما خوتي فيها بزاف لعيبات. فيها لي فيتامين, فيها اوميغا 6, فيها شحال حاجة. هو الفطور ديال ايفا 500 غرام ديال لي كروكيت. شوف واش السمك مديرة. واحد الحاجه ضروري خصك ديرها يوميا ملي تطلع الكلب ديالك ولي كنديرها حتى انا هي انك تجمع لي لي بيزوان. حيت حاليا مع الكونفينمون ما كنخرجوش وما كنخرجوش كلابنا. داكشي علاش خصنا نجمعوا لي لي بيزوان ديالو. حاشاكم ايفا. من بعد ما كنجمعو لي بزوان كنضربو بتصيقة خفيفة. ماشي شي تصيقة, خفيفة وصافي. فيان ايفا
Viens ici, Eva. Ça, c'est bien. Wesh, Eva. Wesh, Eva. Pshu, viens là, pshu. Viens là, pshu. Viens là, fais-moi ici, pshu. Viens là, si. Viens là, pshu. Viens là, pshu. Viens. Trouge. Agin. Non. Basque. Viens là, trouve basque. Viens là, Eva. Trouve basque. Viens là. Viens là, basque. Ça c'est bien. زميلنا في الحجر الصحي. يلا فاق. واش خوتي صافا كلشي بخير. المهم اخوتي راه موجد لكم واحد الفلوق تما راه برا ما نعس. نشوف شوف العوينات بصح برا ما نعس. انا بدار نعس واحد شويه وفقت مع هذيك الساعه فايت واحد تيم لابس غادي يعجبكم ان شاء الله. و الديسكريبسيون لاشين ديالو في الديسكريبسيون باغا اخوتي مبقتش مزيان انا يلا غنبدا الفلوق. المهم انا يلا ترينيت وارتاحيت شويه وغنبدا الفلوق. شوف باقا فيه الناس بخير اصاحبي نشوفو العضلات اصاحبي انت هاديك تسمى قريص المعزة ما عمرك سمعتي بها. المهم اخوتي تهلاو ليا في بطل العالم هذا راه بطل العالم فاش سنوكر. المهم دوزو عند زكريا الناني راه لاشين ديالو ديما في الديسكريبسيون. دوزو عندي اخوتي ورا درت لكم واحد فلوق اليوم واعر ناضي ناضي كاين. يلا سير دير لهم شي ترانزيسيون شي ترانزيسيون سطح. واحد جوج ثلاثة. الدراري كيسولوني على لاطاك ايفا ولاطاك انا نوريكم. اتونسيون شو اخوتي انا ما كنبغيش نقاوض انت فهمتي هذا شنو هو مابغيش كلب لحظه ما حاش واحد هذا من بعيد فوالا بغيت نقول لكم واحد الخبر اللي فرحني بزاف اللي عرفتو غير اليوم. وهذا الخبر هو ان ايفا حامله تبارك الله. نقولوا اخوتي تبارك الله سبحان الذي لا يضر مع اسمه شيء. حتى قلت تبارك الله كتقي ديك الحاجه كتعينهاش تقدر ما تعين راسك ما في ما تشوف شي حاجه زوينه لبستي سبرديله زوينه زادت فيك شي حاجه زوينه قول تبارك الله تقدر تعين راسك تقدر تعين بنادم بلا ما تحس. يعني يا خوت قلت تبارك الله نتمنى تفرحوا بهذا الخبر وان شاء الله لابورتي غيكون منا ولد كيف واي وليدات الاخرين راه غيتبعوا. هذا هو الخبر اخوتي. باي ذا واي الدراري بغيت نشكر المغاربه خوتنا من الجزائر والمصريين والعرب اون جينيرال على السيبور ديالهم على الكومونتيرات زوينين. وسمحوا لي حيت ما كنجاوبش على لي كومونتير كاملين راه كندير لكم كاملين قليبات. لو فيت انك تجاوب مثلا 500 كومونتير ولا ما عرفتش شحال راه صعيبه بزاف. وعندي 26 فيديو يعني تخيل معايا شحال من كومونتير وكيتزادوا لي كومونتير الفيديوهات القدام يعني راه ما عرفتش كدير. والدراري اللي ما كنجاوبوش في انستغرام سمحوا لي حيت كنحاول نجاوب كلشي واخا هكاك ما كنقدرش
كاين ميساج كيتزادوا كل 10 دقائق كل 5 دقائق سمحوا لي بزاف. واللي جاوبتهم راه عارفين راسهم ان شاء الله غنحاول نجاوب عدد كبير. اللي باقي ما داش عندي الانستغرام ديالي ها هو دوزو كله فيه بزاف تلعيبات. واش بغيت نقول لكم اخوتي عندي واحد الشين ثانيه اللي كنت كندير فيها الموسيقى نقدر مره نلوح فيها شي لعيبات اللي هي هادي وغتلقاو في الديسكريبسيون. دوزو اخوتي انا عارفكم ما غتحشمونيش دوزو حيت عجبكم الكونسيبت والكونتوني اللي كاين في الشين الاخرى. يعني نبدل على لاشين اللي كيتعجبو المزيكا راه غيمشي ليك الشين غيلقى داك الشيء. الفيديو ديالنا غيسالي هنا نتمنى يكون عجبكم. الى عجبك ما تنساش دير واحد اللايك وتابوني الى كنتي ما ابونيش ودير شي كومونتير وتاكتيفي لا كلوش. وهذا ما كان اخوتي باي باي.